أهلا وسهلا. ولوين رايحين الليلة؟ رايحين رحلة منا سهلة هيك بسفينة وفي أمواج بهالبحر وفي مطبات، بس إن شاء الله بسلام. كل سفينة فيها شراع بنفتح ومنقول له انقل خدنا وين بدك تاخد. بس في واحد بهالسفينة عم يسأل، أزين ما زين ما في حدا هون ما نخاف نسأل هالسؤال، نحنا وهالسما وهالمي وثلاثة أربع قاعدين بهالسفينة. سألوا واحد، يا شيخ هالنفس ها إلى دين؟ منيح اللي ما في حدا بهالسفينة منحكي عن النفس. قال لهم في نفس وفي ذات وفي روح، رح نحكي عن النفس. قالوا له ايه؟ قال لهم اول شيء بدي اتعرف عليها، نفسي منين اجي من عند مين؟ صار يقولوا اجيت من عند امي، من عند الخوري، من عند الشيخ، من الاكل، من الشمس، من القمر. منين؟ من القمر. من القمر من جيبه؟ الشمس. الشمس من جيبه؟ نجوم. نجوم اشروا هالبصلة، وين راحي؟ وين راح النور بس نطفي؟ من عند الله. عظيم. في اثنين الله؟ لا. فاذا اذا هالنفس من عند الله الى دين الله، شو بسيطة الحقيقة. طيب ليش بالمدرسة كانوا عم بيقولوا هيدي في نفس مش منيحة ونفس أمارة بسوء ونفس لوامة؟ شوفوا هالبصلة، طبقات 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 طبقات، وتعرفنا على كل الطبقات وكلهم اسمهم البصلة. بس بهالبصلة كلهم موصولين. إذا البصلة موصولة أنتوا أنا منا موصولين، ما في بوصلة بتجمعنا هيك وحدها النفس؟ نعم مجموعين. ما في حدا بهالسفينة، ما تخافوا تعالوا نحكي. طيب هلأ هالنفس ما بدها تشكر؟ بلا. مين بقى نشكر؟ الله. انت كيف تشكر الله؟ قال له انا بعمل زيح وبقول له يا الله رح اعطيك كل هالمصريات، يلي بيروح برات الزيح لك يلي جوات الزيح لك. وقنت قال له انا احلى منه، هيدا منو ادمي، انا بعمل دويره وبقعد بالدويره وبقول له يا الله هودي هالمصريات رح اعطيك اياهم كلهم. يلي بيجي بقعد بالدويره لنفسي، ويلي خارج الدويره لالك. قال له نجحي انا احلى منك ومنه، لا برسم دويره ولا برسم زيح. بقول له يا الله هالمصريات كلهم لك، اللي ما بدك اياهم رد لي اياهم. هيدي أفكارنا ببراءتنا بحربوقتنا بمهروبتنا بدنا نهرب. فإذا النفس بتلعب، بتلعب دور من اليمين اليسار إلى دين. بس يا مريم أوقات أنا بكون ما بدي روح اشتري شيء، مدري ليش بروح. ما تحط الحق على النفس. من عرف نفسه عرف ربه، يعني نحن أقوى من هالنفس. ما نحط النفس اللوامة من لوم. إذا كنت جوعانة روحي كلي، وإذا عطشانة روحي اشربي، وإذا بدك تشربي مي وغير مي، إذا عندك تياب أنت بتعرفي، ما تحطوا على النفس. لأنه إذا هالنفس إلى دين ما في شيء ما إلو دين، كله مربوط موصول نور من نور إلى توصل إلى خالق النور. بالصلاة العربية المسيحية أبانا الذي في السماوات، باللغة الأرامية اللي حكيها المسيح، بتعرف الترجمات بتغير وبتشوي بس المضمون واحد، النية. بيقول أبهون برشماية خالق النور. فإذا نحن المخلوقات مع المخلوقات مع المخلوقات مع المخلوقات، بنموت بالخالق. فإذا النفس بدها تموت، ولكن من ضعفنا قلنا حق، هيدا الضعيف ضعيف 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 بيصير نضيف.
نعم إلى دين النفس. لهالسبب شو صار في عند الدين؟ الطب النفسي. اليوم 8 من 10 من أطباء أمريكا أطباء نفسيين. يا أخي منين إجوا؟ كانت الماما بالأول هي الطبيبة وهي كل شيء، وبعدين ماما ما أجت الماما ولا ما أجت الماما ولا التيتا جده الخوري اللي بالضيعة كان في خوري معه، وهيدا عارف بكل الأمور رجل الدين. اليوم بياخذ الكلب لعند الطبيب النفساني، بتصير تحكي عنه وبيقول له اعطيها الدواء، وصير عوي المعطر، يعني عشان تعملوا فيه ممنوع نضوي ومسموح نعوي ببلادنا. طبعا طبيب النفسي، ولو بتشوفوا الطبيب النفسي شو بيعمل بنفسه، هاي حياته. اجتمعوا اطباء نفسيين مع بعضهم وحكيوا وعملوا كتاب، ما بقدر لكم جرصة وفضيحة، كتبوا كتاب شو بيعملوا مرضاهم كلهم تياخدوا مصرياتهم. اسم الكتاب هو ليسنس. مين بيسمع؟ ما بيسمع له. قال له اوقات بطلب منهم يسجلوا صوتا عنه، ما بسمع صوتهم، بوصف له الدواء. الدواء اللي بيعطيني مصاري اكثر بوصف له. قال له انا لاني مديوم صير بعمل فيهم هيك، بجيبهم ببتسم قدامهم وهيك بدق لهم على كتفهم، بيبكوا شوي وبيقوموا يروحوا. عادي بكيه بالبيت، بكيه على كتف جوزك وعلى كتف صاحبتك وعند امك، لحالك عادي بكيه. وبكى المسيح تباكوا اذا ما فيكم تبكوا. بس اوقات ما بقى عنا دموع قد مني موجوع. شوفوا هالحاله. فاذا هالطب النفسي للانسان وللحيوان اللي عايش مع الانسان، من وين اجا؟ من الجهل. فإذن من الجهل إلى العقل. ما زال عرفت فوت بالعتمة، بعرف ارجع بفوت بالنور من الضالين، ارجع بستقيم. ما منتعلم إلا من كيسنا، ما حك جلدك إلا ضفرك. أخبركم على الكنز اللي لبسته. في مصح اشتركنا فيه كلنا ان شاء الله، كل واحد له دور. انا دوري بلم اقمشه بكبوها بياعين القماش، يعني مساطر وهيك، تياب يلي ما فينا نهديهم لحدا كثير بيبقوا مش منيح، بغسلهم بكويهم وبقص شقف، وبجمع الألوان اللي بتروح مع بعضها وبعطيهم لأخوتنا المعافي. هي بتعمل فيهم زهرة وبتصير تقول نفسي بتعمل لك هالزهرة، راسي بيوجعني بس أعمل هالزهرة بيروح الوجع، بتحكي البديين. معظمهم اللي بيعملوا هالشغل بيشوفوا بيقشعوا منه كفيف وعنده إيدين بس ما عندهم إجرين، بس بيقعدوا كل واحد حسب طاقته الجسدية، بس عندهم طاقة نفس حلوة كتير. اجت انهم قبلوا نفسهم acceptance without any expectation. خلص ربي خلقني هيك وهلا بدي يخلق لي رزقة. عندي ايدين بيشغلوا ايدين، عندهم عينين بيشغلوا عينين، ما عندهم ايدين عندهم عينين وعندهم اجرين، بيتموا بيرسموا. احتاروا فيديو ماي ليفت فوت، ما عندي شيء بيتحرك الا اصبعتين باجري الشمال. سو هودي منين لمونه؟ لميناهم من التياب انرموا، الناس ما بدهم اياهم، بس نحن حطينا الالوان المتناغمه وعملناهم بنلبسهم صيف شتي بالبرد بالشوب. في منهم نعملهم ممسحه برديه، شرشف طاوله، شرشف تخت، اشارب على الراس على الكتاف، ويلي عاملينهم بتحسوا بدفى
بدفء مش نعرفه. جاكلين من الله ميرسي يا جاكلين. هيدا مدرسة بس علاج النفس، نتعرف على النفس ونعرف شو دينك، شو دينا هاي النفس؟ الحب. شو ما بعمل out of love. لمين عم تعملي هالكنزة يا جاكلين؟ لا إلا أنا بلبسها. جاكلين لبستها، وين ما راحت هي عندها كل الأسماء وكل الأجساد وكل شيء واحد. سو بنبلش نحكي بالتوحيد، بتقول myself نفسي. بس وقت بتقول نفسي أنا بقول myself كمان، صرنا اثنين نفس الكلمة. أعمارهم من الأربعة للأربعة عشر. هالعمر صعب، ما فيهم يلعبوا بتعرفوا، والأهل كمان يهتموا. سو منحطهم بمؤسسة، تجي الام والتيتا والبابا والكل معهم، وفي منهم بيناموا عنا وبيرجعوا بيناموا بالبيت. سيلف سكول اسمها، مدرسه ذاتيه، النفس الذات الروح. اس 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 سيلف سبيريت سول. ولكن من هون منبتدي ما نوقع بغلطات كتيرة، منتعلم من الغلطة وما نرجع نعيدها مرة تانية. منخلق أجواء نكون فيها بنفس متشابهة. يعني سواء واحد أمرجي، واحد بيسكر، وهي ما منجيبه لهون. منحط الأمرجية مع الأمرجية، السكري مع السكري، اللي مخدرات مع المخدرات. اولا بياخذوا راحتهم، بيحكوا قصتهم، بيتعروا قدام بعضهم، لانه اذا منحط فلان مع فلان ما بقى فيكون يشلح كل الغلطات ويبكي ويقول كل علته، بصير يستحي. هيك منشيل الخجل ومنحكي بالعقل. بعدين لما هالسكري والامرجي والمخدرات بيصالوا الى النفس يلي مقدسه، نرجع في مدرسه بيجوا كلهم. منحط my capital letter self. تصوروا هودي عمرهم teenagers. ما منلوم الام والبي، وما منلوم حملتيني هيك، بتقول انا وقت كنت حبلي كنت اشرب، كنت اخذ مخدرات. انا وقت كنت حبلي ما كنت اشرب واخذ مخدرات، بس كنت بدي روح على البيبي. كمان حس فيك. أنا ما كنت، بس كنت بدي بيع الجنين بأربع خمسة أشهر يكون يعطوني $10,000 وعدوني وما رجعوا أخذوه. هيك ضليت حبلي فيه، قلت أنا بركي بيع بعطيه لحدا بحطه على شي باب. بعدين صرت حبه بالآخر عطيتكم إياه. كلنا منحمل وقت بنكون أجنة، منحمل جناية. بس هلأ مين المسؤول؟ حتى الجنين مسؤول. منعلمه ومنتعلم معه انه نحن وقت قبلنا ننزل بهالرحم قلنا نعم. ليش ما اخترت غير رحم؟ ليش نزلت من هالبرزخ برحم مريم نور؟ ليش ما رحت عند رحم امرأة صالحة اكثر؟ فاذا في درس الي ودرس الك. بنبتدي نتعلم من اول سؤال بيسألوه. بيجينا أوقات سنتين بس تيسألوا أسئلة ونأخذهم من الأربعة. في قوانين إنه نحن منهتم بالإنسان، معنا إمكانية نهتم تنقول يلي بعد عنده تبول لإرادي، أو نأخذهم أربعة عندهم استقلالية، بيعرف يساوي تخته ونعلمه كل شيء، بيعرف يلعب مع العمره 14 بصيره 414. فإذا نحن كلنا مسؤولين، النفس مسؤولة لأنه هي عندها وعي وبتعرف تختار، واختارتني واختارتك. ما منقول له أنت عمرك 4 سنين ما لازم تتعلم، ما زال سأل. ننطر السؤال. We don't impose an answer.
we wait for the question. كلمة quest عطش وسؤال وthirst. عطش بيطلع السؤال. أنت عندك عطش الجواب. هالسؤال وهالجواب بيعملوا كتاب. منحطهم بالميزان. ما ضروري نقول صح وغلط، لا، بس هذا السؤال والجواب. اليوم سؤالنا وجوابنا، بكرة في غير سؤال وجواب، يمكن يكون على نفس الموضوع ولكن النفس عم تتغير. فإذا ننتبه، النفس أمارة بالسوء، النفس اللوامة، حتى توصل إلى نفس مقدسة، ما هي من طبقات. شو منعمل؟ كلنا منعرف بدون ما نسأل، منغير الأكل، منغير ثيابنا، منغير حياتنا بالبيت، طريقة نومنا، طريقة وين عايشين بالغرفة. طبعا علم اسمه الاتجاه. النفس هي ضعيفة. إذا أنا قعدت بغرفة فيها كتير كهرباء، بتكهري، ما رح أسمعها. لو بدها تحكي مريم نور 24 ساعة ما رح طيقها، لو حكيت كلمة ما رح طيقها. بس منحطهم بعلم الاتجاه، كبالة، قبلة، باتجاه القبلة، ومنفسر له، بيقول لي راسي عم بيوجعني، هادك أنا هون بهالأوضة في شرايط كهرباء. إذا غرف النوم أو نواسة صغيرة أو شمعة من النحل، شمع النحل. في أوضة بعيدة بيشتغلوا كمبيوتر، بيشوفوا تلفزيون، في زهور وزريعة كتير بالبيت، في ألوان بيلبسون جوني ما بيلبسون عبده. ومنفسر ليش، بيقول لي مثلا هو أنا ما بحب هاللون، بيقول له the color is power. yes، أنا ما بحب هالعدد the number، number is power. نعلم علم الأعداد، علم الطاقة، علم الألوان، علم الساعة، علم المجوهرات. 414 بيتعلمون لأنهم بيساعدونا. هالعلم اسمه فانك شوي. إذا بدك طاقتين، ذكر أنثى، في طاقة المي، طاقة النور. ما بنعمل أي بيت تحته في مي. البعض منهم أولادنا مثلا ما بناخذهم على السباحة لأنه بس يسبح حسب بضيع الموج دايخ. فإذا من هون بنبتدي علم النفس وبتصير تكبر. يا الله، إنه ما لنا نفس سلف أو نون في سي، لا، كلمة سما صغيرة شوف السما شو كبيرة، كلمة بحر شوف البحر. الماما هيدي مش الماما، الماما أكبر من هيك بكتير حتى ما ينصدم. بس الماما تموت، الماما كتير كبيرة هون وهون وهون وهون. أو هو بس يموت صاحبه، بنخبر أنه نحنا مش جسم، نحنا مش نفس. فإذا كلمة my self ننتبه، منقول استغفر، ما نكفر، لا تكفير ولا تحليل، نفكر. خاصة هلأ نبتدي من الأجيال الصغيرة، يمكن الكبير صعب تغيره، بس ننتبه لأولادنا. ما هالبلد هو بذرة المستقبل. مش يجي ويقول ماما معي بالصف واحد مسيحي، ماما معنا بالصف واحد هي إز مسلم، هيدا عربي إرهابي هي إز مسلم. منخبره. بتذكر رجل سعودي بأمريكا، زوجته أمريكية، علمها قصة واحدة عن الإسلام بس ما شحنها. خبر عن سيدنا أبو بكر شو كان يعمل وكيف كان روح يخدم هالمرأة العمية ويسويها ويطعميها. وبعدين الخليفة قال وين بيروح أبو بكر؟ وقال كم أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبو بكر. فإذا كان مثال لنا، خبر مرته، مرته خبرت ابنه،
وابنه اسمه جوني. جوني بمدرسة المدرسة الرهبية تبع المعمدانيين. هوني أنا إلي أخ وصديق ولاده كمان هوني. هوني هون بعلموا عن يسوع وتعلموا عن أبو بكر الأولاد 4 سنين 5 سنين. أنا موجودة عنده. قال لي هيك حاطين وينا من المدرسة تيتعلموا عن المسيح؟ عم بيتعلموا عن أبو بكر. إجا هو قال لي آنتي اليوم عم تحكي المعلمة والراهبة عن يسوع، جوني خبرها إنه يسوع اسمه أبو بكر وخبر قصة أبو بكر. وقالت له يس يو آر رايت جوني، وزقفنا له كلنا. تفهم؟ قلت له أنت؟ قال لي يس آي لاف. أمه وبيو سكتوا، حكينا معهم كل الحق التربية. كبروا هالولاد بياتهم أغنياء كتير. مرة كنت عندهم رافي ومانو وجوني وواحد يوناني كارليتو كارلوس. قال لا أمه ما بقى تروحي على المدرسة لعنا ولبس كل الخواتي عمره 12. قالت له واي ليش؟ قال له في ولاد أماتهم بتجي وما عندها اخواتي معقد. منين تعلمتها؟ من جوني بيو وامه. صاروا الاولاد يعلموا اهليهم. كبروا اليوم هالولاد عندهم معمل بلاط، تعلموا كتير، شالوا شهاداتهم ورجعوا راحوا على حي فقير كتير بالداون تاون بهيوستن، وهونيك فتحوا معمل بلاط. بيشوفوا بالحي بيعرفوا كل ختيارية الحي وكل المشردين وكل التعبانين وكل هاي. من قصة حفظوه كل واحد بيشوف فلانة ما عندها مجلة، هي أحلى مجلة أحلى رخام، بيطلع بلاقي ما عندها غسالة ما عندها. كلهم بعيطولهم يا تيتا جراما. هالشبان اللي بعرفهم ماتت أمهم، اتصلت وقلت لهم امكن ماتت بافريقيا ومين في حدكم؟ قالوا لي لا انتي دفنيها هون بمقابر تيتا تبعنا. هيك بضلنا نشق عليهم كلهم. عندهم مليون ام وبي صار من هالخدمه الصغيره اللي بيعملوها. وشو بيعملوا؟ مره بالاسبوع واحد منهم هالخمس اولاد اللي كبروا هلا ثلاثه منهم تجوزوا اصحاب هن، مرة بالأسبوع بيقول النفس اللي عنده myself حتى ما تستكبر، بينخ بيحملوه بلاطة على ظهره بيخده لعند المرة اللي ما عندها حمام وما عندها مجلة. قلت له ليش تحملها؟ ما أنت عندكم شغيلة. نحن ما عندنا شغيلة. We are all workers. عندهم كلمة ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen، سيدات وآنسات يخدمون سيدات وآنسات. مين منا مش خليفة الله؟ مين منا مش مسيح آخر؟ مين منا مش بودا وكريشنا ومستنيرين؟ بس هالبي وهالأم علموا ابنهم هالقصة وهو دي تعلموا منه، والأمات والبيات أصحاب كلهم هلا مع هالولاد، وبياتهم بيروحوا لعندهم وما اشتغلوا بمال أبوا بياتهم هن. تعرفوا بأمريكا اللي بياخد من بيه بيسموه سيسي، إنه أنت بيك بيصرف عليك، إيه بعدك ببيت أمك 14-15 اطلع. بياتهم بيروحوا بيشتغلوا معهم ويعملوا لهم حسابات ويشوفون عايشين ببيوت بسيطة. ولو بتشوفوا الاثنين اللي تزوجوا مؤخرا ما عملوا عرس، وبيتهم انه صرفوا اموالهم وعملوا عرس عند الجرانماز وجرانباز كلهم، يلي طبخت على هالمجلة يلي مدرش عملت لهم يعني. بيعرفون وبيعرفون باسميهم بالحي وشو عندها وهدي شو بيخد له.
هلأ شو صار وقت اللي ماتت أمهم لشباب منهم؟ ما حسوا إنه أمنا ماتت وهيدي أمنا، ستنا ماتت وهيدي ستنا، بينا بيموت وهيدا بينا، نحنا منموت وهيدا خينا بيجي. فإذا كلام بسيط بيأثر بالنفس، ولا حدا منهم بيفكروا عن طبيب نفساني بيضحكوا، بيقول نحن عنا هيدا الكلب طبيب نفساني، بنقعد نحن هالكلب هيك بيسيرنا ومنسير ومننبسط، بحرك ذنبه. هالمرة واحد منهم خبر قصة انه اخذوا كلب لعند طبيب، جحي اخذ كلبه لعند الطبيب، قال له يا طبيب بيطري وصلي ذنبه للكلب، قال له لا، قال له بدها تجي حماتي لعندي شلنا كل شيء بخليها تحس بالاستقبال انه مرغوب فيها، ما في الا هالكلب بده يضل هز ذنبته. مهضومين، والنكته بتطلع من النفس يلي عندها الفرح ويلي بتشوف ما في انتقاد، هذا صح وهذا صح، اذا ما فيها ما فيها، اذا ما في مر ما في حلو، اذا ما في خوف ما في حب، اذا ما في فقر ما في غنى، اذا ما في موت ما في حياه. هذا الميزان، هالميزان بتبلش فيه النفس. سو اذا النفس ابتدينا فيها غلط كل الرحله غلط. كيف بدنا نتعلم يا مريم؟ انت وانا عم نتعلم. في كتاب اسمه The Religion of the Self، حطوا على الانترنت Self وشوفوا. في بامريكا Self Realization Centers، تحقيق النفس إلى الذات، بتشوفوا كل الطرق وكل الديانات وكل المشاكل وكل الحلول، ومطرح بيوت جميل كتير. هيدي لواحد كان عمره 6 سنين اسمه يوغاناندا، يلا لأمه عم شوف المسيح، هو هندوسي، وجا المسيح كتبوا الكتاب Autobiography of a Yogi. 6 سنين حكي وكتب، انشهر كتير هالكتاب. ومن يوغاناندا عنده مراكز حول العالم، بيركز على النفس أول خطوة. انتبهوا، هي اللي بتقول بدي اشرب خمرة بدي دخن، بدنا نعرف كيف بدنا نقول لها بتشربي، ما منقول لا أو ايه، بدنا نعرف ليش اشرب وقلي شو بيصير. بدي خمرة، اشرب يا ماما قدامي شو بدها، قلو للبابا تقبرني جيب له خليه يشرب، شو طالع عبيلة، والبابا والماما بيقعدوا معك مش من ورا ظهرنا. انتبهوا، كتار من اولادنا هلا بتعرفوا احفادنا بيشربوا بمخمضوا تمهم بالمي كأنه الماما ما رح تعرف، تبقى ريحتهم بتفطس من الدخان، ماما بتضحكي والبابا بتقول له شو بدي، له بدي اضربه، لا ما بضربه، اذا ضربني رح يشرب، حتى نشوف شو بقى نعمل الحق علينا، ما زالك انت بتشرب قدامه، بس انا كبير وهو كبير، شو بفكر حاله صغير، ما هو بيعرف بالكمبيوتر اكثر منا كبير. فننتبه إذا بدنا أولادنا ما تتعلم من خصلتنا يلي تعبتنا، أول شي بان له يا ماما أنا من شرب الدخان وجعني هالرأس، يا الله عدوا تسيروا هديك بشرب خمرة مشان هيك جي سرطان بالدم، ما مش عم تكذبوا. ونحن بدنا ننتبه خاصة الماما بالبيت. لحول الكتاب هون، إذا بتطبخي طبخ متوازن صحي مثل البدو، بتحطي طعمة الملح والحامض والمر والحلو والمز، طعمات الخمسة، لا جوزك بده دخان ولا ابنك بده قهوة ولا بدنا مشروب. هالكتب راح تشوفوها كلها على المحطة، بس تذكرت وقت اللي منقوم عن الأكل يا الله نفسي ما شبعت، انتبهوا جيبي لي أرجيلة جيبي لي، النفس أمارة، ليه ما شبعت؟ ما بعرف ليش هالأكل. نعم،
كنا قديما نحط واحد تشيكن يعني دجاجة ناكل الدجاجة كلنا أو فروج أو ديك، ومعنا ضيوف 10-12 نفس ويكون فيها بركة شوربة وبرغل عليها دجاجة وبعدين صحن سلطة أو فتوش ويبقى شوية عظام تاني يوم ماما تعمل عليهم شوربة. اليوم كل ولد بياكل فروج واثنين وثلاثة وما بنشبع، ما بقى في بركة. حتى هالنفس من الصغار ولا نحن الكبار، حتى لو كنا كبار وشبنا النفس بعد موجود وأما ربسو نرجع منتذكر وما خليت تكون النفس منيحة، حتى ربي بس ياخذ الأمانة نرجع نتذكر ونقول بدنا نعيد النظر بمطبخنا وبأكلنا حتى هالنفس بتكون شبعانة. ما بعرف إذا أنتم ببلدكم بيقولوا، نحن بلبنان بنقول هيدا نفسه شبعان حلو كتير، بس ما بدي يكون ضغطي على أولادي وقول لهم ما تاكلوا من عند الجيران، اصحى هذا عطاكم تاكلوا، بيقولوا شو نفسه كبيرة هالولد. لا، he is pretending، عم بيتصنع انه نفسه كبيرة، بس بقول يا ريت عندي هاللعبة، يا ريت عندي هالتليفون، يا ريت عندي هالكتاب، يا ريت عندي هالبسكليت. نحن بنعرف كلنا بدون ما نعيد الكلام شو لازم نعمل حتى ما نسيء إلى النفس الثاني. بدك تجيب لعبة لأولادك هون بتلعبوا، أو بيجوا أولاد الجيران بيلعبوا، أو بجيب لأولادي أولاد الجيران، لأني عم ضر أولادي مش كرمال أولاد الجيران، كرمال أولادي. لهالسبب إذا بتشوفوا أولادنا قد ما بنجيب لهم ألعاب مش مبسوطين، بناخذهم على المطاعم مش شبعانين، بالمدارس مش ناجحين، بتحكي ما بيسمع، بياكل ما بيشبع، بيروح ما بيرجع. النفس، شو دين النفس؟ ابتدينا نابليون بيقول قبل ما تحملي بطفلك 20 سنة تدربي على نفسك تجيب نفس صالحة. هلأ اللي صار صار، منتعلم إلى المصير ومنتعلم إنه كل شيء بيتغير حتى الضمير. Change is a constant law. أول خطوة العطش والجوع، إنه نعم أنا موجوع بدي أتغير، مش إيه أنا عندي كل شيء، إيه مني عايز يقطع هالعلم وهالكتب، شو هالحديث، أنا أولادي شاطرين بالمدرسة الأول، بكرة بجيب له سيارة بيسافر بيتعلم. كلهم فيك تعملهم يا حبيبي وأكتر، بس اسألوا إذا عنده الفرح، إذا عنده الإنسانية. تعطيه تشيك، بس هالتشيك ما في إيدك، ما في لمستك، بتغير بطاقة البيت، بفرش البيت، بتجيب واحد عنده علم الفنك شوي، بتجيب له أحلى ناس تلبسه وتعمل أغلى عرس وكله، هيدي كلها مسرحية بدون نفس. بتسمعهم يقولوا مالي نفس ايكو، مالي نفس نيم، مالي نفس شوف هاي نفسي مش طايقته. بدنا نبتدي من نفسنا، نفسي ثم نفسي ثم نفسي. اذا انا اهتميت بنفسي عم بهتم كل نفس، واذا اسأت الى نفس اسأت الى كل نفس. ما في طرق يا مريم، هيك في كتير طرق خلق الخالق، طرق بعدد ما خلق من أنفاس وأنفس. ابتدوا بالتنفس وحكينا. لو بدنا نحكي مليون سنة وأكثر، الكلام ما بيوفي كلمة من كلمة اسمها التأمل، هي المفتاح، يا مفتاح المفاتيح هي. فإذا نتأمل بولادنا اللي أعطيناهم كل شيء وما عندهم فرح، شوفوا شو عملنا. نرجع الى البدايه، جل من لا يخطئ احسن ما نكفي بالغلط، ما نحط زيح ومنقول العفو، سامحونا ومنبلش نكون تعلمنا من ألمنا. ما راح بيع، ما في شيء بيضيع، حتى الموضوع
من وجعه تعلم، كلنا بنتعلم من الاخ. بس نقول اخ منروح على المطبخ، ما منبلع ادويه، منصوم. اذا اضطرينا للدواء بعد يوم اثنين ثلاثه او عند اللزوم نستشير الاطباء اللي عندهم ضمير. منين اجى هالضمير الواعي؟ من النفس الصاحي الواعي. نعم، نيالنا، نيالنا على هالنعم اللي عم بيعطينا اياها. يا اكرم من كل كريم، ويوم الحساب قريب. اذا حطيت ايدك بمي مسقعه بتسقع، وبمي سخنه بتسخن. فاذا العمل سريع الحساب، وين بتحصده بتشوفه؟ نعم، في كتب، في طرق، في جامعات، في تلفزيون، بس كله مبني على عطشك وجوعك انت وانا. الجوع بيعلمني التقدم والرجوع. الجوع بدي اقول غلط، تبت واندمت، بس بيني وبين نفسي، مش انه بيزل، لا، مين ما بيغلط. وقت اللي عم بتعلم هي منا غلطه، هي هيك ضالين. بس كنت بدي اروح من هون، رحت من هون، بس اذا برمت البرمه بوصل عدينتي. قال وين دينتك يا جحا؟ برم البرمه. تعال نقول هي، بس بنكون بدي اتعلم من هون، بس كلهم هون، كل نقطه هي المحيط. خليني اتعرف على النقطه، ضروري ابرم كل المحيط واكله تعرف انه مالح من لحسه وحده مالح. وفي ناس ما دقوا حتى، صدقوا الصادقين، مالح كل المحيط بدك تدور، ما رح توصل الا بعدين من بعيد. بس اذا بدك تختصر، تذكر انه في طريق صراط مستقيم، نبتدي من هالنفس، من التنفس، من الاكل، من الصوم والذكر، من لبسنا، من طريقة نومنا. بدي اهتم فيها، انا عم بهتم بنفسي، بهتم بكل نفس. وبعدين تعرف على هالذات والروح، وكلنا من روح الله طبعا، ما في خلاف، ولكن تختلف بس الكلمات، انما المعنى واحد. أنا بجي من هالطريق بهاللغة، من هالطريق، من هالطريق، كلنا منوصل، منرجع، كلنا مننزل على الوادي، وكلنا في متصلين ببعض. حتى لو مش شايفني وشايفتك هلأ، مش نحن ماسكين بإيدين بعضنا، لا، بس عم نشوف بعضنا. فإذا موصولين بالفكر، كيف بالنفس، كلنا موصولين بهالعالم وبالعالمين، بكل سما. فإذا هالإنسان شو كبير، خليفة الله. ما بدنا نتفركش بأمور صغيرة. ابني سقط بالفحص، ما طلع الأول. ابن خيي طلع الأول، لازم يطلع ابنه. شو عملت فيه بينه وبين ابن خاله؟ وابن عمه وجاره وفي المدرسة، صار في مباراة ومنافسة. ملكة جمال لبنان، ملكة جمال العالم، الأول بالمباراة، يلا عدوا شوفوا الفوتبول، انبسطوا بالفوتبول. أنا مع الطابل، بتروح على اليمين، بتروح على اليسار، صحيح بعدين بتباوسوا، بس على مضض، وبتقبروا وبتقتلوا. أي متى بترجع النفس؟ لما بتصير رئيس جمهورية أو ملك أو حاكم، خادم سيدنا عمر. إذا هالنفس منيحة، بس إذا أنا نفسي بالحكم ونفسي بالقصر ونفسي هون، عم بيصير فينا يلي عم بيصير فينا. فإذا النفس إلى دين، وفي كتب عن هالموضوع، وما تخافوا تقروا،
إذا أنت هالشاب وهالصبية ومستقبل هالعالم بتخافوا تقروا. أمي تقرأ شو دورنا؟ The religion of the self. كل كتب النيو ايج وموجودة بعمان بمستوى كل إنسان. روح قريب الكتاب ورده. نطلب من كل المكتبة كل كتب النيو ايج حطوا منها كتاب كتاب مش للبيع. عملوا مكتبة وعملوا قهوة كافيه حطوا فيها زهورات، حطوا فيها مي، حطوا فيها عصير طازة، خضرة وفواكه. إذا بده واحد قهوة وكابتشينو يصطفلو، بس في ناس نباتية وبلا سكر، بدهن تمر، عسل، دبس، وعطوه مجلات وكتب يلي فيها علم وأدب. حطوا فيكن تحطوا ويقعد الناس يقروا. إذا عجبوا ورح يعجبون إن شاء الله هالنفس بتحب بينزلوا بيشتروا. كل المكتبات بأمريكا بأوروبا فيها مطرح خصوصي بتاكل وبتقرأ وبتتعلم، بيكون معك أولاد بيربوا لك الأولاد بيلعبون مجانا. وفي محاضرات مثلا أنا بطلب بلهم بدي أتعلم عن الولادة تحت المي، بتحط الموضوع يسمع تليفون بتلفون في عنا 20 تلميذ تفضلوا. بدي أتعلم عن زرع إمبلانس دراس لأنه بدي أزرع. بدي أتعلم تعرفي بدي أحكي الطبيب الفريق الآخر. بدي أتعلم عن سرطان الثدي يعني عندي سرطان بالثدي بدي أشوف شو بدي أحكي بيجيبوا طبيب. بدي أتعلم الرسم للولاد يلي عندهم ضعف بالنظر أو في ألوان ما بيقدروا يشوفوها وإشي أو داون سيندروم أو المونغوليين. بتمنى على مكتبتنا في الأم العربية عملوا هيك دورات بتشوفوا بيتشجعوا بتصير الأم والبي بياخدوا ولادهم وبيقعدوا بتعملوا دورات للولاد من أعمار صغيرة فرجوهم فيديو والماما والبابا بتعطوهم صحن سلطة صحن شوربة. يعني شوفوا يمكن إذا مش مجانا أنتوا حسب البلد شو بتقدروا والناس عادة لأنه بيشتروا كتير كتب سول مكتبات بتربح شو ما عملت والشعب ما رايح تاكل رايح تيقعد بس يقدموا له. ما حدا بخيل كلنا بنحس بنفسنا وجباتنا. والناس اللي بتشتغل بهال مكتبات متطوعين. أنا بعطي 20 ساعة بالأسبوع أنت 30 أنت 50 أنت بتقول فول تايم لأنك متقاعد. المزارع بيقول أنا بجيب لكم السلطة هالجمعة. بدك بقول أنا بعطيكم شوية حفاضات للأطفال بس يكونوا بالحضانة. بتجي كتير إعانات ومساعدات. وفي منهم بيقولوا نحن منساعد هالمؤسسة ماديا بدل ما ندفعهم ضريبة للحرب. بأمريكا الضرائب سلاح وحرب. بتمنى يكون عندنا مكتبات يكون فيها هالكتب. لو انه نفتح مجال بس كتب النيو ايج، كتب الروحانيات سبيريتشواليتي، كتب التوحيد يلي بامريكا الى 60 سنه منتشره، هلا الى 3 سنين او سنتين بس بالعالم العربي، سبقونا 60 سنه. فاذا اليوم ما زال انفتح الباب ما عندنا خوف من قراءه اي كتاب. اذا ام تقرا بتخاف. فاذا الموضوع اليوم عن وجع النفس، ما بدنا الطبيب نفساني والكلب نلعب معه ولبسيني، بس بنحكي نحن وولادنا وأحفادنا وبنفتح الكتب وبنروح على مكتبات وبنحضر برامج وأفلام وبنشتغل وبنخيط وبنشتغل بالبيت وبنعمل رياضة وبنعمل تنفس وبنعمل يوغا وبنقرأ عن هالوجع. بتاخد مخدرات تقرأ بطبطة الدخان بقرأ عن طبطة الدخان بشوفها بنفسي بأي مسار. بتعلم الطبخ إن كنت رجال أحلى طباخين رجال الرجال والمرأة الماما والبابا بتعلموا الطبخ ومنطبخ. فإذا أي نوع من المخدرات
فإذا بده طعمة المر، شو عنا طعمة المر نحن بالعالم العربي؟ الهندبة، شو كمان؟ الترموس، شو كمان؟ يا الله شو في خضرة طعمة مرة. وشو في عنا اللي بنقول له ترنج، موجود بالبلاد السورية كلها وبالسعودية، شفت مطارح كتيرة اللب تبع الترنج، ماما بناكل هاي، مهم كتير. فإذا عندنا لون طعمة المر ناقص. المز حطوا له توم، ما بحب التوم، بصل أخضر، لا كزبرة، ملوخية، بتضلوا تلاقوا من عائلة الرئة والمعادن. حدا يجيب نعنع المدينة نشفون وحطون، نانخة، يجيبوا كتاب عن الأعشاب بيقول أي عشبة لأي نوع من المخدرات والمسكرات. أها. بتصير تعرفيهم بالعناصر الخمسة، الكتب موجودة ما في أي مشكلة، بس بدنا جوعنا وعطشنا للقراءة. إذا الألم ما بده يخدني لهالعلم، شو اللي بده يخدني لهالعلم؟ فإذا منشكر نفسنا، بدي أشكرك يا نفسي لأنك حبيتي تتنفسي وتنفسي. الشكر لله، أنت الله اللي أعطيت كل هالعلوم، بس نحن بدنا نتعلم. ربي حط العلم وفريضة، وكاد المعلم أن يكون رسول، بس هالنفس بدها جوع وعطش. بعض من العلماء، ونحن بنعرف من اختبار، الصوم بيقوي فينا قوة النفس، بس نصوم منشوفها، بس تصوم بتلاقي اجى الفطاح يلا الدخان. فاذا شو اللي كان عم بيوجعك؟ معدتي، انتبه، القوة بالمعدة والضعف بالمعدة. صار راسي يوجعني ما قدرت، بدي اشرب فنجان قهوة، وين؟ بأي نقطة؟ افتح كتاب، الحل بين ايديك، لما يشيل حتة يلا ما بقى فيني، صرت الساعة ما بقى فيني دخلكن، بدي اشرب لي كيس، جيبوا لي كيس عرق، يلا 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 دق جرس، اجي الساعة. وين الوجع؟ انتبه، صوم وشوف الوجع. فإذا هالوجع بأي مسار من مساراتك 12 كبد، فإذا خفف الحامض بأكلك. إيه صحيح أنا كتير بحب حامض، خفف الخل كمان. طلع بيلي سكر، طلع بيلي حلو دخلكم، ما فيني جيبولي هلا، لا حطوا لي بقلي وحطوا لي سكر. وين الوجع؟ ما بعرف، كأنه هيك بتحالي المعدة والطحال والبنكرياس بيحبوا الحلو. فإذا شو بنزيد بالأكل؟ القرع والجزر والبصل والشمندر إلى جانب الحنطة دائما. ما بيمضي بين 80 يوم و 120 يوم اللي بياخد نفسه بتطلب سكر وسكر ومخدر، بتلاقيه لا ما بقى بدي. مين شايلون؟ عطشك وجوعك والماما بالمطبخ، وشايلت طناجر التفال، وشايلت الألمنيوم، وطبخت لك بالفخار اللي منه مدهون، أو بالحديد أو ستانلس ستيل أو صب الرمل. بتشوفوا على موقع مريم نور أونلاين كل الأسرار والأفكار، وإن شاء الله على هالمحطة نعمل برنامج يومي كيف الصحة. وتجي دانيا حمادة وكمال مزوق وكل بيت السلام، وتشوفوا كل يوم في ساعة ونص من بعد شهر ما تتبعوا هالنظام يكون على المحطة، وين راح السكري، وين راح السل، وين راح السرطان، وين راح السيدة، وين راح السارز. نعم، في كتب بتشوفوا وبتقروا وانتوا بتختبروا. وعند الامتحان يكرم المرء او يهان. الحياة اختبار مش اخبار، ومش اختبار بالمختبر،
اختبار عند الكبار والصغار. ننتبه، نبتدي بهالنفس الأمارة بالسوء. أولا ما منروح على السوء ولا منقعد مع أولاد السوء. مع الكتاب صعب هالكتاب، هيك بقى نقعد نقرأ، بس هالكتاب بيكون لطيف وظريف وكله نكت واخبار وقصص وحكايات، ومع هالبرنامج وهيدا الطريق. وانت اللي بتحسنه، انا بعطيك مفتاح من حديد، انت بتعمله من ذهب ومن الماز ومن ياقوت، بتفتح فيه وبتصير تشوف، ما بتمسكه بضل حديد، بس اذا فتحت فيه باب القلب يا الله تنزل على النفس، بتروح على الذات، بتوصل على الروح، مفتحت القلب هذا الباب. فزوات بتقول يا الله نفسي شو تعبانه اليوم، نفسي مش حلو، معلي نفس مش طالع عبالي، معك كل الحق، بس ما تركض على الخمارة والخمرة والسيجارة، ما هو دي اللي عمله هالسبب. حط بإيدك قلم، تعودت، حط بإيدك شيء، ما تحط سيجارة بتقوم تولعها، أو حطها إذا بدك بس ما كبريتها، ما تحط السيجارة بجيبتك حتى ما تروح بعيد، قوم مثلا نروح نجيب هالسيجارة، تمشي شوي، ما تدخنها هون، روح بعيد، عود بتمك، ما تشيل السيجارة وتحط غليون يعني. فإذا بدي البديل يلي أصيل، ما تحط علكة شوينج جام، مش من غلطة لغلطة، لا أكبر ولا أصغر، من السهو إلى الصحو، صحة وصحوة. ويك أب مش ميك أب. دايما اللي بده تحكينا هي نفس الأمارة بسوء منهم بتصير تحكي، مد ايدك وخذ لك سيجارة هلا، ولا شو بدها تموتها، ما هيك بلشنا، هيك النفس بلشت دلع وصارت ولع. ما تبلش، قول لا شكرا، عندي قابلية، ما بدي عرق وما بدي ميزة، عندنا شهية للأكل، ليه بدي افتح الشهية؟ نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، مش موجوع، مش كون موجوع بصوم. ونصير نعرف ونجيب أفلام ونشوف، رح نفرجيكم الرئة اللي بتدخن والرئة اللي ما بتدخن، يا الله حطوا سموكينج وشوفوا شو بصير بالرئة، بس تبطل بتصير تنضف مثل عنقود العنب هيك، اسود اسود اسود، وبتصير كلها الجيوب تنضف، تنضف من البلغم. وقبل ما هيك ودعكم بدي قلكم، في زهره اسمها لوتس، وين ما رحتوا وين ما جيتوا اسالوا عنها، وإلى بذر، بذر اللوتس، وموجوده شوفوا، انا اول مره شفتها العالم العربي بالسعوديه استيراد، بس هلا تكون بتنزرع مثل الفجل بس كبيرة لونها بني هيك، فنحط بالمي بالسوبر ماركت، جيبوا غسليها وقطعيها بتشبه الرئة، طبخيها كأنك عم تطبخي بطاطا كأنه فجل، في لوتس بودرة وفي لوتس بزر وفي لوتس أخضر. وإذا ما لقيتي، نحن هون بكل بلد، راح احكيك عن عمان، بعمان في بيت الامل دكتور اسامه اديب، جيبي من عنده، اعطيني لوتس اي نوع وطيبه، وقولي لهم للصغار وللكبار ما نخفي عنهم، طيبه كثير، بتشبه هيك القهوه على حنطه، طيب وريحتها مثل الكاكاو، بس يبنى كاكاو، لوتس حلو، اعملي له نشاط، غلي مي لوتس تتعلميه. كتاب اسمه الصيدلية المنزل.
هو الصيدلية. كيف بدنا نبطل الدخان والخمرة والسكر ونفسي تعبانة وما نفسي. ماما فوتي على الصيدلية جيبي لوتس أعطيه، فيها شفاء سريع، بشيل البلغام من الرئة، خير ارتحت يا ماما، بتقولي له ارتحت بس ما بدنا ننظف ونرجع نوسخ. لا، إذا بدنا ننظف ونوسخ خليك وسخ، بركي بتنضرب ضرب كبير وبتتعلم لا سمح الله. فإذا ما عندنا مشكلة نواجه النفس ونتعلم من أول خطوة. نعم، نقرأ، نفتح انترنت، نسمع البرنامج، منعيد النظر بأكلنا، بلبسنا، بألواننا، بمسارات عفش البيت. انتبهوا بأوضة النوم ما تحطوا أي كريستال، هو في علم كريستال المجوهرات بس هلأ ما بنعرفه، بس صيروا تعرفوه. انتبهوا ما تلبسوا أساور وحلق وعقودة، وخصوصي الولاد الصغار والشباب. وإذا فينا نقول لهم ما يحطوا جيلو على راسه، كل ما حط جيلو على راسك يا ماما كل ما بتصير تدخن أكتر. افتحي الكتاب خليه يقرأ، بس كلهم بيحطوا جيلو. طيب أنا رح جيب لك الجيلو، بس هالجيلو معمول من بذر الكتان، موجود طلبه بيت الأمل أو غيرهم، محلات بتبيع أشياء طبيعية يلي بتوافقوا عليها أنه نقويده. منتبهوا رح نعمل حلقة خاصة شوفوها قبل ما تشتروا. 99% باسم مريم نور والميكروبيوتيك كذب ونفاق، بس بعمان أسامة أديب بالبحرين لمياء الشهابي علماء وأطباء وأوادم، بس تفوتوا على المحل وتحكون بتعرفوا. ببيروت بيت السلام مريم نور، ما في غيره، بس نحن موصولين. نفتح محلات ونضل مع بعضنا من عيلة وحدة، موسقين ونشد ببعضنا حتى النفس ما تنزل ما تغرنا الدنيا. بدنا نربح ما بدنا نتاجر، إذا بدنا نخسر لا ما تصدقونا، كلنا بدنا نربح. أول شيء بقى نربحكم، نعمل عيلة، نربح الصحة ونربح الوطن، وبدنا نربح ماديات حتى تكبر. كلنا بدنا نعيش. فإذا نقدر نودعكم ونقول نحن بهالدنيا كلنا بدنا نعيش، بس مش على المعاش، معاش على المعاش. ناكل تنعيش، ما بنعيش تناكل. ننتبه لهالشعار، ناكل تنعيش، ما بنعيش تناكل. هيك بنيت كل عصفورة العش وولادها وطاروا بجناحاتهم اثنينهم بالجسد والروح. بشكركم ومنلتقى كل يوم إن شاء الله. مع السلامة.